اوعى حضرتك تفتكر انه الزيارة دي ناجحة بامتياز، اغضبت الاعداء ولكن اسعدت شعبنا العظيم. ولازم اشكرهم كمان المصريين، المصريين ما لهمش حل. المصريين امبارح عند البيت الابيض يعني، والنهارده عند الكونجرس، واول امبارح عند مقر السيد الرئيس، وفي كل مكان بصراحه ليكوا كلكم. وانا بقول للجميع بشيلكم على دماغي والله، كلكم اللي جايين من كل مكان، من كل ولايه، جايين من اللي جايين من خارج كمان الولايات المتحده الامريكيه عشان يساندوا الرئيس، يبقوا موجودين هنا ويقولوا بس احنا جايين نعبر بس ان احنا واقفين جنبك يا ريس، بندعمك يا ريس. دول المصريين، دول مصريين بيدافعوا عن بلدهم واقفين مع بلدهم. سيبك من الاعداء الاخرين، دول مش مصريين ابدا ولا ليهم علاقه بالوطنيه، انما المصريين. واحنا كمان بنتابع جانب من الاحتفالات امبارح، واللي كنا مع حضراتكم امبارح يمكن مده طويله جدا، 3 ساعات تقريبا بنتكلم معاهم، بنهتف معاهم، بنحيي، لانه ده دورنا كمان نبقى وسط المصريين. وعايز اقول لحضراتكم احنا كنا موجودين، رغم المخاوف، رغم التهديدات، يعني الكلام اللي بقوله لحضراتكم، والتهديدات من الارهابيين، الارهابي بهجت صابر اللي جاب اتوبيسين من نيويورك وقال انا جاي رايح عشان احمد موسى ومش هنسيبه، قال لي وقال لي وقال لي، واللي موجودين في واشنطن هنا وراحوا ودوروا علينا وبيدوروا علينا لسه، بيدوروا علينا في كل حته. وانا عايز اقول لكم انه هو ده الرساله، هو عايز يعمل ايه؟ هو ما عندوش حاجه، يضرب، يعتدي، يشتم. هو ده الناس لما يبقى وصلت لمرحله انها مش موجوده، او انه هو ايه اللي ممكن يقدمه للدنيا يعني، وهو بيعمل هو ده اللي عايزه، عايز لقطه يعني انه بيشتمك ويفبرك لك فيديو مثلا، يفبرك فيديو او يجيب فيديو مثلا، فيديوهات القديمه اللي حصلت في باريس ولا هنا ولا هنا ولا هنا، اقول لك حصل. لا، عايز اقول لكم الحمد لله لم يحدث اي شيء بالنسبه لنا، الحمد لله. واحنا طبعا كنا لما يقول لك معانا، معانا، ولازم يبقى معانا. ليه؟ لان احنا بنواجه عدو، هذا العدو هو عصابه وميليشيا جماعه الاخوان الارهابيه. بقول لكم جايين من نيويورك مخصوص، ما عندهمش حاجه، جايين عشانها، مش جايين عشان قضيه ولا جايين عشان هو جاي بس عشان احمد موسى. طب يا سيدي تعالى اتفضل، اهلا بيك حضرتك، تشرف، تنور واشنطن، تنور اي حته، احنا موجودين، محدش هيمنعنا ان احنا ما نروحش المكان اللي احنا عايزين نروحه، وان احنا نبقى موجودين مع الرئيس، وان احنا ننقل لحضراتكم اللي حضراتكم بتشوفوه، وان احنا نبقى موجودين وسط المصريين اللي بيتحملوا معاناه وتعب ومشقه كبيره جدا. لا، دورنا ان احنا نبقى موجودين، وده دور صدى البدو. وعايز اقول لكم كمان كلنا كنا موجودين، كان الاستاذ محمد ابو العين واقف معانا وسطينا، استاذ الهام ابو الفاتح، الاستاذ عمرو الخياط، استاذ محمد يونس، استاذ مدحت عادل، كلنا، واستاذ رشا مجدي، كلنا واقفين يا جماعه ايد واحده مع بعض. فين؟ في المكان اللي المصريين واقفين فيه، وما عندناش ولا خوف ولا رهبه، لا. وزي ما بقول لحضراتكم ده دور صدى البلد، صدى البلد تكون موجوده وننقل لحضراتكم الحقيقه اللي بتتم. ومفيش حاجه على فكره بنخبيها، ولا ينفع ان احنا نخبي حاجه. ويمكن انا بعد شويه كمان يعني اوري حضراتكم بعض الحاجات اللي حصلت هنا في نيويورك،